ماذا حل بسكان روما ومدريد؟ أين اختفى صخب الحشود والمارة في شوارع باريس؟ وماذا حل بمدن لندن ونيويورك وواشنطن وبوسطن؟ مشاهد حقيقية لمدن خاوية كان من المفترض أن يقتصر عرض مثيلها على دور السينما لأفلام رعب أو خيال علمي. فيأتي العام 2020 بوباء جعل من دول اقتصادية وعسكرية ونووية عاجزة أمام تفشٍ سريع لفيروس كورونا الذي حصد خلال عدة أشهر حياة أكثر من 18,000 شخص، في حين يأتي عداد الإصابات المتصاعد لينذر بما هو أسوأ. هذا التحذير جاء على لسان منظمة الصحة العالمية التي أحصت حتى اليوم إصابة 400,000 شخص بفيروس كورونا. لكن الخطير في عدد الإصابات هو العملية المتسارعة لانتشار الفيروس الآخذ شكلاً حسابياً تضاعفياً. فبعد تسجيل 100,000 إصابة حول العالم قبل شهرين، تضاعف العدد خلال 11 يوماً وسجلت 100,000 حالة جديدة. وبعد 10 أيام تضاعف العدد مجدداً وارتفع عدد الإصابات إلى 300,000، ثم بعد 4 أيام قفز العدد إلى 400,000 إصابة، بما فيها خط موازٍ لارتفاع أعداد الوفيات التي كان أكبرها قبل أيام ب 800 شخص في إيطاليا خلال 24 ساعة. التسارع الكبير لانتشار كورونا تحذر مصادر طبية مختصة من تحوله لأرقام كارثية لا يمكن تصورها، والحديث هنا عن رقم 1,000,000 مصاب في غضون أسبوع، وربما ملايين خلال أسابيع في حال لم تؤتي حالات الطوارئ العالمية وحظر التجول نتائج ملموسة على انتشار الفيروس التاجي. Thank you.